النهارده والله ده اخر خبر يا جماعه. النهارده نادي الجونه الحقيقه في لفته انسانيه قرر تغيير اسم ملعبه علشان يحمل اسم رجل الاعمال الراحل اللي كان ليه دور كبير جدا في هذا النادي، خالد بشاره اللي اتكلمنا عنه من اسبوعين واللي قلنا ان هو راح في حادث سير. كان بيشغل منصب رئيس النادي قبل رحيله في 31 يناير الماضي، وقلنا ان هو واحد من اعظم الشخصيات الشابة، وده اتضح بشكل كبير جدا بعد وفاته من كم الحب والتقدير اللي ظهر في كل الناس اللي حواليه، من اصغر حد كان بيتعامل معاه الى اكبر حد. وزي ما قلت لحضراتكم اصدقائه كانوا بيسموه بيل جيتس مصر، قد كده هو موهوب، قد كده هو شاطر، قد كده هو طول الوقت بيدي طاقه ايجابيه لكل الناس اللي حواليه، قد كده بيشجع، قد كده ادخل الى مصر عدد كبير جدا من التقنيات الجديده اللي ما كانتش معروفه من قبل. كمان الحساب الخاص بنادي الجونه قال عبر صفحته الرسميه على فيسبوك انه يفخر نادي الجونه بالاعلان عن تغيير اسم ملعبه رسميا ليصبح استاد خالد بشاره، لفته انسانيه محترمه جدا جدا. معانا كابتن نادر شوقي المسؤول عن نادي الجونه. يا كابتن اهلا بحضرتك. اهلا بيك، ازيك؟ وميرسي على الكلام الحلو اللي قلتيه على خالد ده. واضح، يعني انا الحقيقه عمري ما شفته ولا اعرفه حتى لا بشخص رسمي او باي شكل، لكن من كم التعليقات، لانه الانسان بعد رحيله هو سيره، فمن كم التعليقات الكتير، مش بس انتوا، مش بس الجونه، مش بس زمايله، مش بس الناس اللي بداوا معاه، مش بس اصدقاء المدرسه او الجامعه، بس واضح فعلا ان هو كان شخص محترم جدا وناجح جدا. زي ما قلت، بص انا مش ما اقدرش ازايد على الكلام اللي انت بتقوليه. هو خالد يعني مهما اتكلمت ما اقدرش ادي له حقه صراحه يعني. فاقل حاجه تتعمل بشكر بشار السميح طبعا، ان الاستاد ان هو كان مجنون كوره الله يرحمه، فدي اقل حاجه تتعمل ان هو الاستاد يبقى باسمه يعني. دي اقل حاجه تتعمل له. ده قرار يعني انتوا اتخذتوه كاداره النادي ولا كان بالاجماع ولا ايه؟ بصي، ما فيش حد يعرف خالد الله يرحمه غير لما فكر في الفكره دي، ان هو قد ايه كان شاطر في شغله وقد ايه بيفيد الناس. انا بص لما خالد عنده يعني الحته الشغل بتاعته هو قد ايه كان جينيوس وقد ايه كان عبقري في الحته بتاعته دي، انا ما شفتهاش انا بعيني، بس شفت بني ادم مجنون كوره وشفت بني ادم بيحب الكوره جدا، وهو اللي خلى الجونه دلوقتي في الدوري الممتاز، وهو اللي خلى ان احنا نكون موجودين وبنتكلم مع حضرتك دلوقتي. فالقرار اي واحد عارف خالد كان هيقترح القرار ده. هي القصه مش في القرار، او هي القصه مش في الاقتراح، هي القصه في الباشمهندس سميح ان هو وافق على حاجه زي كده، ودي حاجه انا بشكره جدا عليها وكلنا بنشكره عليها. فالقرار صدقيني مش طالع من واحد بس، القرار طالع من ناس كتيره جدا عارفه خالد، وعارفه قد ايه هو كان بيحب الكوره، وعارفه قد ايه كان يعني تحس ان هو عبقري في حتته، وبعد كده بيتسلى بالكوره، يعني الكوره دي بالنسبه له حاجه حياه يعني. نعم. ميرسي جدا ليكي على انك يعني فكرتي ان انت تمنشن حاجه زي كده في البرنامج بتاعك. انا اللي بشكرك على هذه المداخله يا كابتن نادر شوقي المسؤول عن نادي الجونه، شكرا جزيلا لحضرتك.